كل الشكر لكابتننا الكبير الكابتن احمد شوبير. برحب بيك يا كابتن احمد وبرحب بكل مشاهدي استاد الاهلي في كل مكان. كلنا بنقول يا رب يا رب السوبر اهلاوي اللي النهارده ان شاء الله في استاد محمد بن زايد يعود الاهلي الى القاهره وهو يحمل كاس السوبر رقم 15 باذن الله. اجواء حماسيه، اجواء التفاؤل الثقه والتركيز اللي قلنا عليها بالامس مستمره في معسكر فريق النادي الاهلي قبل يعني خلاص زي ما بنقول الاستعداد لهذه المباراة والمواجهة الصعبة اللي بنأكد على صعوبة المواجهة أمام فريق الزمالك. مباراة صعبة جدا سواء للنادي الأهلي أو لنادي الزمالك، عايزة يعني أقربك من الكواليس من هنا من مقر إقامة فريق النادي الأهلي. زي ما قلنا كابتن شوبير الثقة والتركيز والحماس اللي عند اللاعبين والجدية اللي احنا لمسناها في عيون اللاعبين، الجلسات الثنائية اللي بتتم ما بين اللاعبين، الأحاديث ودور كباتن النادي الأهلي وأوضة اللبس كابتن محمد الشناوي، الكابتن رامي ربيعة، الكابتن عمرو السوليه، كابتن كريم ميدفيد، دور كل لاعبي النادي الاهلي النهارده في ازاي يرسموا البسمه على وجوه جماهير النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب النهارده كان ليه جلسه مع الكابتن محمد رمضان يعني لدقائق معدوده، اجتمع الكابتن محمد رمضان وبرفقه طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي مع الفريق في كل مكان ما بيسيبش الفريق، وايضا يعني جلسه جمعت ما بين مستر مارسيل كولر طبعا مع الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد رمضان. كلام الثقه الابتسامه اللي على وجه الجميع ان شاء الله يا رب تكمل على خير وتكون النهارده البطوله من نصيب فريق النادي الاهلي. عايز اقول لك اليوم النهارده يا كابتن شوبير كان تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم فتره التدريبات الخفيفه في مقر اقامه فريق النادي الاهلي كانت تمام الساعه 12 والنصف، ثم وجبه السناك وجبه خفيفه كانت في تمام الساعه 2. بعد هذه يعني الجلسه وهذه الوجبه كان هناك الجلسات اللي جمعت ما بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد رمضان وايضا الكابتن مستر مارسيل كولر، ثم طبعا كان وجبه الغداء في تمام الساعه 5، ثم المحاضره الفنيه لمستر مارسيل كولر كانت في تمام الساعه 6:30. طبعا زي ما حضرتك عارف التوقيتات اللي احنا بنتكلم عليها هي توقيتات مدينه ابو ظبي. اجواء يعني في المحاضره الاخيره اللي لمسناها من وجوه اللاعبين بعد انتهاء المحاضره قبل دخول المحاضره، لعيبه كلها مركزه بعد انتهاء المحاضره الجديه على وجوه اللاعبين خلال هذه المحاضره. مستر مارسيل كولر بيعلن من خلالها التشكيل اللي هيخوض بيه احداث المباراه واحداث اللقاء، بياكد على بعض التعليمات، بياكد على بعض الامور الفنيه خاصه طبعا بالكرات الثابته، ركلات الجزاء، كافه هذه الامور. يا رب يا كابتن شوبير تكتمل الصوره، تكتمل يعني الفرحه ان شاء الله، التركيز اللي عند اللاعبين النهارده. اي 11 لاعب اي 11 لاعب هيكونوا في ارض الملعب هيكونوا قادرين ان شاء الله على اسعاد جماهير النادي الاهلي. زي ما حضرتك اكدت بالامس ان هيكون في تعديلات عن المباراه الاخيره، بنأكد هذا الكلام، في تعديلات طبعا في تشكيل النادي الاهلي، في يعني مش هنقول مفاجات، هي امور طبعا من المستر مارسيل كولر. اي 11 لاعب زي ما اكدنا ان شاء الله قادرين على رسم البسمه، اسعاد الجماهير، العوده بالكاس السوبر رقم 15. طبعا يا كابتن شوبير النادي الاهلي هيكون ظهوره بالزي الاحمر، الزي المميز ليه فريق النادي الاهلي نادي الزمالك بالزي الاسود. طاقم التحكيم الكابتن امين عمر اللي بنتمنى له التوفيق، يدي النادي الاهلي حقه، يدي نادي الزمالك حقه، نتمنى العداله من كلا من كافه طاقم التحكيم لكلا الفريقين. يا رب مباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه. عايز اقول لحضرتك يا كابتن شوبير درجه الحراره حاليا في ابو ظبي تتكلم في درجه حراره تتراوح ما بين 31 ل 32 درجه مئويه مع انطلاق المباراه ان شاء الله درجه الحراره تكون 30 درجه مئويه مع ارتفاع يعني طفيف في نسبة الرطوبة. النادي الاهلي اقبلت على استاد محمد بن زايد، يعني تقدر تقول من كل مكان جماهير النادي الاهلي بالساعة الرسمية بالدخلة الجميلة اللي مخصصين جماهير النادي الاهلي. يا رب تكمل على خير يا شوبير، السوبر يكون اهلاوي، السوبر رقم 15 باذن الله هيكون اهلاوي من جديد. تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن احمد شوبير.